بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على كل الأنبياء. الآن إن شاء الله تعالى سنقف عند بعض آيات في آخر سورة الأنبياء عليهم السلام. البروفيت كل بيد الله سبحانه. نزلت والرسول ما زال، الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم ما زال بمكة، لم يهاجر بعد. ثلاث نزول سورة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، واعتنت بكثير من ترداد مهمة الأنبياء عليهم السلام، ولم يذكر اسم نبي في أي اسم نبي، أي نبي لفظ نبي في كل هذه السورة. وهذه من أشياء الغريبة، ولا يعلم سر تلك الحالة إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أنبياء كاسم السورة ولا نجد أي لفظ فيه من وحي ولا فيه الفات النظر إلى النبي. هذا لفظ النبي مش سيدنا إبراهيم عليه السلام الخليل، ولا سيدنا عيسى روح الله ولا عليه السلام، ولا سيدنا الخاتم الأنبياء المرسلين وإمام المرسلين أجمعين عليهم السلام. على كل حال هي سورة حننصحوا اللي يبحثوا عن أسرار هذه السورة، قلوا قبل كل شيء من جملة ما ظهر في هذه السورة مواقف الأنبياء عليهم السلام، مواقف ربانية لا خلط فيها ولا شك فيها. ودائما يقولنا ربي لينجي كل من كان خالصا لله، وفي مقدمتهم الأنبياء عليهم السلام. وربي سبحانه وتعالى يبين سر خلقه وعظمة ذلك الخلق. وننبهكم راه يا من تشركون في القرآن، اعلموا أن لا كتاب سماوي غير القرآن يجب تصديقه بالتمام والكمال. كل من يدعي أن هناك كتاب منزل يكونوا ما عند اليهود الكلام هذا أولا من عند النصارى الكسارى، فهم مبتلون، لأنهم هم حربوا تجرأوا على الكتب المنزلة سليمة كاملة حسب العصر اللي نزلت فيه التوراة والإنجيل ولا الزبور لما بينهما. على كل حال نقول لكم اللي لا مرجعية ثابتة تربطنا بالله سبحانه وتعالى سواء القرآن وسنة رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله.